ترأس محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات الأمنية في الإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة، وكرس لاطلاعهم على الوضع الأمني خلال الفترة القليلة الماضية والإجراءات الوقائية المتخذة من رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة. جاء ذلك خلال زيارة الأخ المحافظ لمقر الإدارة العامة لشرطة شبوة، أكد فيها على أهمية الأمن العام في حفظ أمن وأمان واستقرار وسكينة الوطن والمواطن، مشيرا بأنه ضد أي أدوات ومشاريع أخرى، حيث رحب مدير عام شرطة شبوة العميد ركن عوض مسعود الدحبول بزيارة محافظ المحافظة، مقدما شكره على الدعم المقدم من قبل قيادة السلطة المحلية للوحدات الأمنية المختلفة، مطلعا على شرح حول الاجتماع الشهري المنعقد. وفي مستهل الاجتماع شدد ضباط شرطة شبوة على استمرار المحافظ ابن الوزير للجهود الحثيثة، مؤكدين بأنهم تحت توجيهاته وتوجيهات المدير العام للسعي لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة. وأشار محافظ شبوة عوض الوزير إلى أن الإجراءات الوقائية المنفذة أتت لدعم وتعزيز استقرار المحافظة، مضيفا بأن جهود دعم وتعزيز استقرار أمن شبوة ستتواصل بوتيرة عالية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي. وعلى صعيد متصل، قام العميد ركن عوض الدحبول بمعية اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق بزيارة إلى معسكر قيادة القوات الخاصة بموجب توجيهات رئاسية للجنة الأمنية بمحافظة شبوة، حيث باشر العميد أحمد الأحول مهامه قائما بأعمال قائد القوات الخاصة بالمحافظة. وخلال الزيارة التقى مدير شرطة شبوة بضباط وصف ضباط وأفراد القوات الخاصة بالمحافظة، ملقيا كلمة توجيهية تطرق فيها إلى الوضع الأمني وما تضمنته أعمال اللجنة الأمنية وتحقيقات اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق.